تلاميذ مدينة الدار البيضاء سنة 1984. درس الموسيقى والموشحات في الكونسيرفاتوار. 2006 صوته القوي والطربي خلاه يلتحق بالفرقة الموسيقية تحت رئاسة المايسترو صلاح الشرقاوي ككوريست، ونما ذوقه الموسيقي بمرافقة الفنانون الكبار ك عبد الوهاب الدكالي، محمود الإدريسي، وديع الصافي، أصلا، كاظم الصاهر، هاني شاكر وغيرهم. 2012 كانت مشاركته في The Voice تجربة قوية مع الفنانة شيرين عبد الوهاب. حبه للموسيقى خلته يولي فنان شامل بشكل أداء الخاص، ملحن وكاتب كلمات، غنى أنباط وأشكال موسيقية مختلفة. اليوم معروف أكثر بلون الراي الراقي، وبه جاوب ولقى صدى أكثر مع جمهوره. استقبلوا معايا الفنان المطرب المحبوب عند المغاربة محمد عدلي على استوديو لايف. مرحبا بك، مرحبا بالأخ، مرحبا بولد الدار. علي حبك في قلبي مقرافي ومحفور، واخا يسحروا ويزيدوا في السحور، سحورهم يقدى وعليهم يدور. معنا رب العالمين ذوك الهبارة صايد يسيفو، هضرتكم صامتة وطيحين في النيفو، باش توصلونا خاصكم رونديفو، رانا عليكم شايعين. ايوا محمد
محمد عدلية على استوديو لايف كارينيو. سلام. نيضة 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 ما شاء الله. هذا جمهور استوديو لايف. تيستقبلك. بلاطو منور بكم وبلالة سناء. موسيقيين تبارك الله ما شاء الله يعطيكم الصحة. برئاسة الأستاذ هشام بلامينا. مرحبا بسي محمد. الجنة. كي درتي؟ راني في داري. رانت في دارك راني عارفة وليدة الدوزام. الحمد لله. أكيد أكيد أكيد. ودايما تتفرحونا ودايما يعني احنا مفتخرين بكم لأن في المغرب وخارج المغرب أحسن تمثيل. الحمد لله ميجان. الحمد لله. محمد عدلي فنان مطرب باسكو مطرب راه ما يعني ما تتعطاش لأي واحد. اليوم نقدروا نقولوا أنك الفنان المغربي راي طرابي شكل جديد. أنا تنقبطوها هكذا يعني من سمعتك أول مرة تتغني الراي حسيت دائما أن كاين واحد فهمتي القرايه قديمه كاين هذيك اللمسه وديك هذيك اللمسه تربنا به حنايا وحنا باقيين صغار من طراب ومن عندك دونك واش نقدروا نقولوا ان اليوم محمد عدلي راي طرابي ممكن لانه ما قدرش نتخلص من الاصول ديال الطرب ومن العرب اللي تربينا عليها والمقامات العربيه والمدرسه الكلاسيكيه ما قدرش نتخلص منها يعني نكذب عليك الا قلت لك بانه زعما بعد هذه الاعمال الفنيه اللي قدمت ما غتسمعيش محمد عدلي ديال دو فويس وما غتسمعيش محمد عدلي اللي بدا بالاغاني المغربيه الطربيه الكلاسيكيه فدائما غتلقاي هذيك لاتوش كاينه في الاعمال ديالي حتى لو كانت شبابيه حتى لا كانت شبابيه مزيان دونك صافي دابا انت داخل فيك يعني الريتميك راي الميلونج الميلونج عالم الراي هو عالم الحريه تمام. لا في الكلام تمام. ولا في الاداء ولا في التلحين واش نقدروا نقولوا ان هذا هو اللي خلى محمد عدلي يخرج من اطار ديال الاغنيه الطربيه الكلاسيكيه ويغني الراي قلتي واحد الحاجه مهمه العالم ديال الراي هو عالم مفتوح يعني كيعطيك بحر وكيعطيك واحد الاسباس كبير واحد الاسباس كبير من الحريه يعني كتعبر كما بغيتي الكلام فيه ماشي بالضروره خصو يكون كلام اللي هو مثلا يعني الكلام اللي حنا كنتكلموا به في الشارع الكلام البسيط اللي تفهموا اي واحد الصغير والكبير والراي تاشيره ديال مرور القلوب الناس ببساطه يعني كنلاحظ هذا الشيء حتى في يعني بعض المهرجانات او هذا الشيء اللي خلى سي محمد يدوز للراي كنقول لهم ديما تنقول لهم ملي تنغني الراي كنحس بحال ركبتوا لي شي جنيوحات هكا وصافي وقلتوا لي طير ناد المنبر يعني نقدروا نقولوا عليك برافو لان يعني دزتي للراي ولكن وليتي اوسي من غير انك مطرب وليتي ملحن وليتي كاتب كلمات نقدروا نقولوا ان الراي عطاك كي قلتي جنحين باش تكتب وتلحن هو لان علاش ما درتيهاش قبل درتيها حتى من بعد هو بيني وبينك هو كنت كان ديك الملكه ديال الكتابه والتلحين كانت عندي لالا سناء كانت عندي من شحال هادي وكنت يمكن خجول وكنت خجول كنت ربما اول اغنيه لحنت كانت اول اغنيه بديت بها هي من كلماتي والحاني وحسيت دائما ملي كنكتب وكنلحن راسي كنقول داكشي اللي بغيت داكشي اللي كنحسو بحال تقولي كنطرز هذاك الكلمات وهذاك الالحان على الذوق ديالي على الذوق ديالك بحال شي كسيوه غتلبسها وغتجي معاك هي تلحنها وتكتب الكلمات لنفسك فعلا وكانت حتى اول اغنيه ديال الراي كتبتها ولحنت لي اغنيه ما صدقتيش كتبتها يعني بالحب يعني كيفاش غادي نقول لك يعني كلمه بكلمه وجمله لحنيه بجمله لحنيه وحتى التوزيع دخلت فيه يعني يا سلام راني قلتها فنان شامل تبارك الله غادي ندخلوا في يلا في الطرز كي قلتي ديال الاغاني ديالك وغنكتشفوا تبارك الله لا كارير ديالك غندوزوا ل 2013 لان سينو غادي نبقاو نمشيو بعيد بزاف بعدا اول حاجه هي انك خرجتي من واحد المدرسه عظيمه اللي هي لا كورال لان ما ننساوش ان اكبر المطربين في المغرب خرجوا من لا كورال محمد الحياني خرج من لا كورال يعني تهضروا على المغرب عبد الوهاب الدكالي هو خرج من لا كورال عبد الهادي بالخياط خرج من لا كورال هادو الناس كلهم تعطى لهم المناسبه باش يوليو مطربين كبار لان اصواتهم كانوا شويه
ديفيرون اصوات فخمه و... انت تعاملتي في لاكورال مع ناس كبار تماما كانت تجربه كبيره تجربه يعني ما من حتى ملي كنبغي نعاود عليها تخيلي معايا يعني في عمالقه بحال وديع الصافي الله يرحمه بحال كنت كنغني الريبيرتوار ديالهم كادم الساهر أصالة تبارك الله صباح فخري يعني عمالقه كبار وهاني شاكر ف يعني كانت تجربه كبيره كنظن بانني تما كانت هذيك هي المدرسه نقدر نقول لك هذيك تما فين فين خديت الدروس يعني الاكاديميه اللي بغينا نقولوا تعلمت الاصول ديال المقامات العربيه تعلمت الانتقالات تعلمت بزاف ديال الحوايج وكانوا هاد الفنانين كيحضروا وكيسمعوني وكيقولوا يعني التحيه للمايسترو صلاح الشرقاوي كيقولوا له زعما يعني هاد السيد تبارك الله راه ما وراه هذا الشيء اللي تيطرى دائما الحمد لله الواحد من تيدوز من كونسيرفاتوار وتيدوز من واحد يعني المدرسه اللي هي التلفزيون تتشتغل مع موسيقيين كبار وتتعلم منهم الا بغيتي الا بغيتي دونك انت تبارك الله بغيتي الوغ غندوزو ل 2013 وغنهضروا على ليالي ليالي كانت كنت يلا جيت من برنامج دو فويس ليالي وباقي كيف تنقولوا باقي في هذاك الهواء ديال الشرق يعني الجمل اللحنيه الشرقيه وبغيت ندير شي حاجه اللي تكون لهجه بيضاء كلمات ما بين المغربي والشرقي ولحن باش يفهموها في يعني في العالم العربي ساعة ما فهموهاش ما فهموهاش ما فهموهاش كاع يعني كانت أول تجربة وي كانت أول تجربة وكنت فرحان بها وكانت هذيك بالنسبة لي أول بغيتي دير لو بون بين المغرب و تماما فلقيت بأنه لا عندنا في المغرب يتقبلوها من المشارقة ولكن أنت مغربي لا عطينا شي حاجة ديالنا ها مزيان تما بديت كنفهم بديت كنستوعب بزاف بداو بديالنا بعدا ديالنا تماما وكانت تجربة يعني كانت تجربة تما كتحاول تلحن وتكتب بزاف ديال الأغاني اللي كتشوف شنو الستيل اللي غادي يتقبلوك به الناس اللي غيبغيوك به الناس فوالا تري بيان 2013 تبارك الله عندنا ما يتقال 2013 قول لي شكون قول لي شكون واحد جو كرو كو سي ان بو خليجي كانت عاود مشيتي من الشرق دزتي للخليجي كانت هذيك الوقيته كانت واحد الموضه كانت في كلشي كانت الحد خليجي بداك قلت انا كيديروها علاش ما نديرهاش انا نشوف نجرب كنت بدون الناس ولو تحدي كان عندي في انني نكتب انا ونلحن انا الاغنيه هذا هو اللي مهم تماما ونجحت الاغنيه كانت حصلت صداره كبيره حتى في لي غاديو وفي نسبه الاستماع فكنت فرحان ديك الساعه ما كانش نسب المشاهده في اليوتيوب ما كانش معيار في حال دابا تما كان الا بغيتي تعرف الاغنيه واش ناجحه سول الاذاعات فهمتي طبعا فكان تبارك الله طبعا الاذاعات هما اللي كانوا مهمين في ذاك الوقت وما نساوش ان المغربي هو ذواق وتيستمع للفنون كلها ويعني من الخليجي للمصري من السيسويت ديالنا كبير بزاف تيبغي لي ريتميك ديفيرون تماما 2014 انا وياك انا وياك كانت كتبتيها ولحنتيها رومانسيه رومانسيه حتى فات القياس اي رومانسيه واش يعني الاجواء في الحياه ديال انا عارفه هذا الشيء ولكن خصني نشوف مع محمد عدلي الاجواء اللي تيكون تعيشها الانسان يعني واش هي اللي تتخليك تكتب كلمات وتلحن بواحد الشكل فعلا ممكن كندوزو من بعض الفترات اللي سبحان الله كانت هذيك الملكه ديال الابداع وديال الانتاج كتكون مفتوحه بحال الشهيه على الكتابه وعلى التلحين كتجي واحد الفتره كتسد كانك عمرك ما بداتي ولا درتي شي عمل سبحان الله وكتجي فتره اخرى عجيبه يعني عمليه معقده بالنسبه لي انا هذه كنت نقدر مثلا رشقات لي ندير اغنيه في الاطار الرومانسي والاحاسيس والمشاعر يعني اغنيه اللي كتكون مفعمه بالشجن مفعمه بالدراما مفعمه وتقدر ترشق لك على اغنيه اللي هي فيها النشاط وفيها الانرجي واش كما سمعت مع مطربين اخرين واش تتكون شي كلمه سمعتيها هكا ولا كنتي عايش انت واش تتكون عندك عندهم علاقه مع نفسيتك انت الخاصه ممكن تكون عندها علاقه مع نفسيتك الخاصه ممكن تاثر بالتجربه ديال شي واحد من الاصدقاء ديالك او يعني لونتوراج ديالك ممكن تاخذ القصه وتكتب عليها مثلا غندوزو في نفس السنه تبارك الله عليك بعدا ما تتوقفش من الخدمه هذه المزيانه جوج الاغاني في 2013 دابا جوج الاغاني في 2014 خلوني تما بدات شويه بدا النضج تما خلوني هي اغنيه مغربيه في هذاك الحجاز المغربي في كتحس فيها
التعروبيت ديالنا ديك الطراب كتحس بها كانت من اروع الاغاني المحببه لقلبي انا يا خلوني شتي هذه زوينه نعرفوها خلوني عزيز عليا بزاف لان الواحد ملي تيكون تيلحن تيلحن لنفسه ولكن تيلحن الاكثريه للناس اللي غادي يستمعوا للاغنيه ولكن تتكون دائما عندنا شي اغنيه اللي يمكن كاع الناس كاع ما يعرفوهاش تكون هي العزيزه عندنا انا عارفه هذا الموضوع هذا ديال انتي ديجا عايشه هذه المساله عايشه مع الوالد مع الوالد 2015 حاله خاصه حاله خاصه حاله خاصه عندك واحد التيتر عظيمين منهم نديروا فيلم جمعهم كاملين يعطيوك عنوان ديال حاله خاصه حاله خاصه كانت اغنيه مغربيه بوب وحاولنا نمزجوها بشويه بالروك شتي سبحان الله العظيم من المغربي محط الارض هذا العروقنا ستيل بوب البوب وكان ميلونج الروك كان فيها الجيتار الكتريك كان مسيطر على الاغنيه وتا هي من الاغاني الجميله يعني اللي تا هي كتبتها بواحد يعني كاين بعض الاعمال كتحس بها كتعجبك تحس بها بحال وليداتك فهمتي هذيك كنت ديرها وانت حس قريب كل كلام قريب ليك مزيان بعدا واحد تحس انك انت تتعيش تماما دائما الاغاني ديالك الحمد لله وكانت هذاك الصيف ماشي غير دايرهم هكا لان سي كوميرسيال ولا لا وكان راسي قاصح ديك الوقيته كان راسي قاصح لانه كانوا كيقولوا لي الناس الاصدقاء ديالي وداك الشيء كيقولوا لي بدل سير مع دير مع الموجه دير لا كنقول لهم انا خصني نكون مختلف وفعلا ديك الاغنيه كانت نزلت في وقت اللي كانوا الاغاني كلهم غاديين في جهه وهذيك غاده في جهه اخرى دايوغ عندك بزاف ديال لي سوكسي وحده بعدا بالاخص عارفاها اللي الناس بزاف كانوا تيسحبوا ما غتكونش سوكسي وصدقات سوكسي وانت درتي راسك فيها وقلتي غادي فعلا غادي نهضروا عليها من بعد 2016 ديكلاري نبغيك ديكلاري نبغيك هذيك نقطه التحول ديكلاري نبغيك بري دو لا ميور شانسون كاتيجوري بوبولار يعني واحد لا واحد لا سوربريز جات اللي كانوا بزاف ديال الناس ما تيتسناوهاش ما تنتظروش ان غادي ديك الاغنيه وبورتون بين النجاح ديالها ما انا بيني وبينك لا شونسون بكل صراحه يعني انت اختي ما عندي ما نخبي لك ما كنتش متوقع بانها ممكن هذيك هي الاغنيه اللي ما كنتش متوقع انا ممكن تمشي مزيان سبحان كان الله كان عندي تخوف لانه ديك الساعه كانت باقا كنقولوا في 2016 باقي ما رجعش الراي باقي ما كانوش اعمال ديال الراي بحال دابا يعني كان الراي هو الاغاني اللي كنسمعوها عند الناس اللي كبرنا على عليهم في الجزائر شاب خالد شاب مامي كذا الى اخره شاب حسني ف منين درت هذيك الاغنيه كنت خايف الناس يقول لك شنو هذا التحول هذا كيفاش انت من طراب نزلتي الاغنيه الشبابيه من الاغنيه الشبابيه قلبتي راي كاع الفيراج ما حشمتي ما تماما فكان كان واحد الريسك كانت مخاطره ولكن سبحان الله شاءت الاقدار ان هذيك الاغنيه تاخذ جائزه احسن اغنيه ولكن انت ان فيت في الساس انك انت تتحب هذا الشكل بزاف واخا انت ما تقتيش ولكن هما الجمهور تقبل ولكن الجمهور وقف معايا فعلا اكثر منك انت الجمهور ولا هو اللي تيعطيك استمت الطاقه ديالي والثقه ديالي من الجمهور تماما ما نساوهاش اكيد هما اللي لان كل ما عجبها حيت هما اللي صوتوا عليها وكل ما عجبتهمش ما كنتش غنكمل واقيلا كاع في الراي باش تعرف انهم هما القرار الفني ليهم كمل في الراي بقى في الراي جات من بعدها يا رب يا رب يا رب 2016 كانت هذيك التجربه قريت واحد النص ديال ابو نواس ابو نواس يعني كيقولوا بانه قبل ما يتوفى كتب قصيده ديال التوبه فقريتها واثرت فيا بزاف ولحنتها في ساعد المكانه ما عرفتش يعني بكثرة ما تاثرت بالقطعه وكنت ربما في هذيك الحاله ربما الحاله النفسيه اللي فيها يعني فيها الروحانيات وفيها من رجلينا كنقولوا بالعربيه ديالنا تماما فين واصلين في الحياه فعلا فعلا يعني قاصني بزاف العلاقه ديالي مع الله عز وجل فقلت اي واحد يقدر يلقى راسه في هذيك الاغنيه فعلا فعلا اي واحد حنا كنا خطائين وخير الخطائين توابين فقلت على وكانت في رمضان كان الاول ديال رمضان لونسيناها في الاول ديال رمضان وعجبت الناس الحمد لله وعجبت الناس ان كل واحد فينا فهمتي غادي يحس بنفسه فيها فعلا فعلا والحمد فعلا لله الحمد لله يعني اغنيه تقربنا من اللي خالقنا الحمد لله وانا صدقيني يعني كنت كنحاول داخل في صراع مع راسي كنتحدى راسي واش غنقدر نلحن هذا لو ستيل واش غننجح في هذا لو ستيل فهمتي كيفاش فهذيك الاغنيه قلت غنتحدى راسي ونشوف واش غنقدر نعطي داك
الطابع الروحاني الصوفي، واش غنقدر نخرجوا في هذه الكلمات هذو؟ طبعا النيه من تكون صالحه تماما والله تتوصل للجمهور دائما دائما الحمد لله. 2017 ما بقى لي ما نقول، ما بقى لي ما نقول، صافي قلت كل شيء، صافي طلع لي الزعاف، قلت لهم انا صافي غدا نحبس صافي، هادشي كثرتوا عليا. لا لا كلميز قال، كلميز قال ما بقى لي ما نقول. كانت واحد التجربة عاوتاني، كان ريغيتون، كانت ريغيتون، كانت أغنية مغربية فيها واحد الانرجي زوينة ديال الرقص الغربي وهذا إلى آخره، فدرتها وكانت كانت 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 يعني كانت حتى هي مجازفة، ولكن الحمد لله كانت مشات مزيان. كانت بعد نديكلارين بايك، ولكن من بعد قلت صافي غنلونسي غير الراي، غير راي صافي، تما عرفتي راسك. راي تماما. ايوا حتى حنا راه معاك راي هذا النهار، وغادي نستمعوا لك في الو مونسوس. الو مونسوس، الو مونسوس، محمد عدلي. عشقت في قلبي جميع القوس، ألو 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 مونسوس، انتي عمري وانتي يا مابيل قوس، في جنبي لقيتك مرة ونص، عشقت في قلبي جميع القوس. هراي هراي على بالي راكم غايبين، ياكي شفتونا ويا متفاهمين، دغري يا مور رانا عايشين، موتو موتو غير حسابين. على بالي راكم غايبين، ياكي شفتونا ويا متفاهمين، شدوا فوامكم هلا محسادين، تحيا لا جونيس وليدات بلادي، احباب الجنرال شفتونا ويا متفاهمين، دغري يا مر انا عايشين، وموتو موتو هالحسادين. على بالي راكم غايبين، ياكي شفتونا متفاهمين، على جيت ساد انا عايشين، شدو فوامكم هلا محسادين. وهيا يا زيد قول عاود تورمو تورمو تورمو. بشعورها غطوني
دينا بشعورها غنولي أمان 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 أمان. يا ويلاي لقيتو حبيبتي تبكي يا انا بدموعها روني يا انا بدموعها روني يا انا بدموعها روني يا مانا مانا ما
العدلي على استوديو لايف تحت التصفيقات ديالكم. هذه ما شاء الله عليكم، الله يعطيكم الصحة، ما شاء الله عليكم. شي هاد الحرارة ديال البلاطو انا عرقت، انا في داري. الا دارك دارك اخاي، دارك اعمل كيما بغيتي. استوديو لايف ديال الفنانين، دار الفنانين، ودوزام كلها دار الفنانين. وفي حقيقة من بعد ما واحد يغني الو مونسوس ويزيدها وراها روحوا لي ليها اجواء صيفيه صافي. زعما من بعد هذيك الاغنيه راه الواحد ماشي يحيد، غادي يحيد الفيستا ويكون الصاد بزاف. ما شاء الله البلاطو، ولكن حامي البلاطو. بوجود الجمهور، هذا الجمهور الغزال الله يعطيكم الصحه. غنزيدوا في لاكارييغ، وجات معاه روحوا ليها شاب عباس. شاب عباس هادي علاقة انكرويابل، ديو اكسيبسيونيل. يعني ونتاقبت هذيك الاغنيه ودرتي لها واحد لارانجمون خيالي. غادي نعاود لك، غنعاود لك القصه ديال هاد الاغنيه. انا النهار الاول اللي سمعتها عرفتي والله العظيم زعما، وماشي انا مشكل ما نكذبش على الله، انا ما تنفهمش بزاف في الراي، ولكن ملي تتكون شي حاجه اللي تسمعها وتدخل الودن يعني نقيه. هاد الاغنيه هادي اغنيه كلاسيك في الاغاني الكلاسيكيه ديال الراي. الاغاني اللي هي قويه فعلا، اغاني ديال المشيخه. انا كنت فان ديال الشاب عباس، عزيز عليا الراي ديال الشاب عباس، وعزيز عليا الراي ديال المشيخه بالخصوص، يعني الكلاسيكيات الراي الطربي. كانوا باصدقاء بيني وبينه وقالوا له يعني واحد الفنان مغربي شاب بغى يدير معاك ديو، وصيفطوا له لي فيديو ديالي. قال لهم هذا وهذا شيخ هذا وهذا، قال لهم انا نبغي ندير معاه ديو. تحيه للشاب عباس. تحيه للشاب عباس، ومن واحد تيعترف بالقيمه ديال الشاب. اكيد اكيد راه مهم. والاغنيه انا سجلتها هنا في كازا، حطيت صوتي هنا في كازا. تحيه كبيره لهشام خاتير، المايسترو هشام خاتير، من هذا المنبر تنسلموا عليه. يعني من الفنانين الكبار عندنا في المغرب، وتجربه ديال 40 عام يعني في الراي، يعني تماما كل نجوم الراي المغاربه او الجزائريين في فرنسا، فهو هو اللي خدم لهم الاعمال الناجحه ديالهم، فهو اللي عرفني بالشاب عباس ومجموعه ديال الفنانين. فخدمنا الاغنيه، انا حطيت صوتي. كان اللقاء بعدا كي كان اللقاء جايك. جيني يعني احنا انا حطيت صوتي هنا، هو واحد صوته في وهران. من بعد بقات الاغنيه، كل مره كيقول لي واش ديك الاغنيه ما نخرجوهاش، كنقول له واجي عندي هنا لكازا نصوروها، كيقول لي ولا جي عندي انت تما نصوروها للوهر. بقات هكا حتى شاءت الاقدار انني غنجمع انا وياه في الفيستيفال الدولي لاغنيه الراي بمدينه وجده. غنكون انا وياه من حسن الصدف، سبحان الله، في حفل واحد قلت له هنا غنصوروها بعد عامين. والاغنيه عندنا غمحطوطه احسن مكان كنتو يعني تقدروا تسجلوا فيها الكليب. فهمتي وسط العالم بالراي، الحراره ديال الجمهور المغربي، فكانت ما شاء الله الناس اللي تيحبوا الراي وتيفهموا له. تماما. كارينيو 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 هذا التيتر. كارينيو كارينيو قلت ندير اغنيه راي تكون سي سويت مغربي، وتكون اغنيه ديال الملاعب، اغنيه اللي تحس فيها داك الجمهور في التيران، اغنيه اللي فيها انرجي، فيها واحد طاقه ايجابيه كتسمعها كتجيك الرغبه في انك تشطح او تشد الطريق مثلا في لوطوروت وتسمع الاغنيه. او قلت خاصني ندير شي اغنيه ما كانش عندي في الريبرتوار ديالي بحال هذا الستيل، فدرنا كارينيو. من بعد هذه الاغاني كلها يلاه جا وقتها. تماما راه هذا هو اللي الديناميك شكلها كان في وقتها. تماما. 2021 يا دنيا. يا دنيا تما كانت كانت واحد الازمه يمر منها العالم كله، اللي كان كالكوفيد. وكان علمنا بزاف الحوايج. تماما خدينا دروس، علمنا دروس. فديك الوقت اللي كنا جالسين في الدار، فبديت رجعت لي هذيك الملكه ديال الكتابه والتلحين وهذا. قلت انا في الريبرتوار ما عنديش اغنيه كتلمس العمق، اغنيه اللي كل واحد فينا كيجلس بينه وبين راسه كيبقى يسول راسه زعما شو واقع، علاش انا مثلا ظهري قليل في الدنيا، علاش انا كذا، علاش هادي، علاش العالم فيه هاد اشنو طاري، شنو واقع، فهمتي. هذيك الاسئله قلت غادي نديرهم في اغنيه، فهمتي، كانك كتخاطب الدنيا. كان الوقت باش دير هذه الاغنيه. كان الوقت، كنا جالسين، ما كان ما يدار، ما كاين، ما كانت لا خدمه لا والو. فكانت هذيك هي الفرصه، كتبت فيها ميني البوم اللي لونسينا منه
يا دنيا ولونسينا جيبوا لي حبيبتي حتى هي اغنيه راهي كلاسيكيه ولونسينا يا ربي تفكرني تيتيزا تيتيزا اللي غنكملوا بها الحفل ديالنا اليوم. شتي سبحان الله العظيم بعد الفنانه لقينا ان واخا الناس كلها كانت مجموعه في ديورها وما لاقيه ما دير ولكن الفنانين خدموا بزاف في هذيك لا بيريود اشتغلوا في بيوتهم باش نعرفوا ان راه ماشي غير الواحد خصو يخرج برا باش يلقى يكون يعني يلقى ما شنو هما المواضيع اللي غادي يستعمل يقدر يكون جالس في دارو الوقت ثمين فوالا ويسكونسانتر ويخدم وخدموا بزاف الفنانين في هذه لا بيريود ديال الكوفيد. ودابا غندوزوا للفقره اللي تتعجبني انا اللي هي اكابيلا بيانو. شنو غتغنيو لنا اليوم؟ مغرم. مغرم ديال المطرب الكبير مروان مخوري مع المايسترو ديالنا في البيانو الأكاديميسيان ديالنا. أكيد أكيد أكيد. وي يلا بسم الله. يا لالا ويا لالا يا ليلي عين ليلي ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي مغرم مغرم أنا بيك على طول وأنا صابر وصبري في هوايا
محمد عدلي في الطرب. تطربنا دائما يا عزيزي. الله يكبر فيك. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. الاجواء ديال الرومانسيه والاحساس وفي هذا العصر اللي احنا فيه كنفتقدوه بحال هذه الاعمال. لا ما تفتقدوش، الله يرحم الوالدين. ممكن نسمعوا احنا خليكم انتم فنانين فهمتي في المستوى. وشوف الفنان كما كان الحال قلبوه شيش. اكيد دائما اكيد فهمتي الرومانسيه عندنا مهمه. تماما. النهار كيقول لك ما تبقاش طفل ما كتبقاش انسان. صافي. النهار كتفقد هذاك الحس الطفولي والحس الشفافي اللي كيكون فينا احنا كبشر، ما صافي. هذاك القلب، هذاك القلب ديال الاطفال اللي تيبقى فينا هو اللي خصو يبقى في الفنان، سينو ماشي فنان. تماما. وصافي. الله يعطيك الصحه. الله يعطيك الصحه. هذه اللي كاينه. غنكملوا لا كارير بتيتيزا. كان يعني اغنيه اللي ما كنتيش تظن انها غتكون ان سوكسي. ما كنتش كنظن عندك هي كانت اغنيه اللي كانت الو منصوص بورتون سي ان غران سوكسي. تماما تماما. كان عجبات سورتو اغنيه شبابيه، يعني عجبات الشباب بزاف. كنشوفها في هادشي ديال لي ريزو سوسيو هذا، دونك الحمد لله انتشار كان زوين ديال تيتيزا. محمد عدلي والمنصه. يلا تبارك الله عليك، درتي منصات كثار. الله يعطيك الصحة. اشتغلتي فيهم بزاف يعني في المغرب وخارج المغرب. طلعتي من أكبر المنصات عندك، درتي موازين. تماما. درتي ميوزيك سبيريتويل دو فاز. تماما. درتي المنصة ديال الميديتيرانيان دو نادور. فعلا. درتي الانترناسيونال دو راي ديال وجدة. اليوم. اليوم. شنو هي المنصة اللي محمد عدلي يبغي يديرها؟ وباقي ما وصل ليها ويمكن وغادي يوصل ليها. الاولمبيا ان شاء الله. الاولمبيا محمد عدلي تيستاهلها وتنتمناو ليه التوفيق. تيتيزا اخر اغنيه. شكرا لاستقبلي الدعوه ديالنا. انا ما عليا غنخليكم ان شاء الله نتلاقاو مع مطرب جديد على استوديو لايف جديد. تنحبكم. شوفة صغيرة منك بضحكة وغميزة، لكتيني وصبري صايت قادة وتسيزة، واللي تنقول غينتي دخلتي قلبي وسكنتي، ما عرفت سحور أنا والمعجزة. ويني ويني حبيبتي تيتيزا، دخلت قلبي أنا يا بلا فيزا، حالف نديك والله ما نخليك براس أمي العزيزة، براس أمي العزيزة. براس أمي العزيزة.
انا 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 ما نبراوش حتى تكوني ليا ماي لوف انتيا. I'm